اننا بنتكلم عن المباراه فنيا بقى، فنيا مغرب وفرنسا، بتشوف المباراه سهله صعبه قويه مش فوارق قويه بعيده المغرب؟ جدا، الفوارق امكانيات والفرديات كبيره جدا، ولكن الراجل الركراكي بيعمل حاجه غريبه جدا في الكوره، بيوقف لعيبته ناهينا عن هيلعبوا مين، ناهينا عن امكانيات الفرقه اللي قدامها دي مين. اوكي، وعنده الراجل باك رايت بتاعه متمرس مع جميع فراوده العالم، اشرح حكيمي ومنهم واحد بيلعب جنبه اللي هيلعبه كيليان امبابي، عارفه وعارف طريقته لا وهيلعب وعارف عليه، وهيلعب عليه. واكتر اتنين يعني عندما سئل مبابي من اكتر واحد صديقك قال له اشرف حكيمي. يعني هنا في متعه كمان هتبقى من اداء متميز بين الاثنين، عنده تو جوبز، عنده ازاي الراجل ده يتمسك وما يعملوش، ازاي يروح هو وهو الامداد بتاع فرقته صحيح وعلاقته بكريم زياش. ف هتبقى مباراه ممتعه. تسالني انا اقول لك اكيد فوارق الفرنسويين تكسب، ولكن بهذا الشكل وبهذه الروح وبهذا بهذا الشكل الروح المغرب عنده تشانس، عنده تشانس وتوفيق، لو التوفيق اتوجد هو سكور وفرنسا ميسنج زي ما حصل في الماتش بتاع البرتغال، ولكن البرتغال لم تكن بالشراسه اللي احنا شفناها بالمباراه اللي الهجومية قبلها، صحيح. انما اتمنى ان فرنسا تبقى زيهم كده، لم تكن بالشراسه اللي احنا بنتفرج عليها والدنيا تقف شويه، يعني على اساس ان المغرب يبقى له سبق تهديف، يبقى له وجود، يبقى له درون يروح لضربات جزاء يتوافق فيها. فهي ده الحلم العربي اللي احنا بنتمناه. المباراة الأخرى الأرجنتين وكرواتيا كابتن، برضو مباراة يعني لما جيت اتفرجت على الأرجنتين في مباراته الأخيرة أمام المنتخب الهولندي، أهم ما كان يميز هذه المباراة الناحية التكتيكية جوه الملعب، كانت مباراة مقفولة جدا وفيها نواحي تكتيكية قوية جدا، ولكن في نفس الوقت كانت فيها خناقات كثيرة جدا. بص هقول لك على حاجة، شيل ميسي من فرقة الأرجنتين بقدر الله، يعني هل هتديك إحساس إن هي تقدر تكسب إيزي عادي؟ ده هي حتى معاها ميسي احنا بنقول يعني ان هي عندها وصلت مفاجأة. 50-50، فهمتني؟ لأنها بتفاجئني دايماً بأشياء، هم عندهم الباورفول جامد أو عندهم البدني حلو أوي، إنما أعتقد إنهم مطعمين بلعيبة جديدة، يعني من غلطات المدرب البرتغال سكالوني البرتغالي انه ما اعتمدش على كريستيانو. من غلطاته، ده حضرتك شايف ان هو كان لازم يراجع كريستيانو المكان الاول، وضح له في ماتش قبليه ان هو وجوده فقط في الملعب موقف اثنين، بيوقف اتنين وبيجيب ضربه جزاء وبيعمل كل حاجه وبيقدر يجي فيه فاول هو يقدر يعمله بطريقه الضربات الثابته، فانا لازم استغل الامكانيات الكبيره اللي معايا، انما انا لسه هحلم بظبط نص ملعب وحاله فنيه واتغاضى عن الحاله اللي هي فيها تقدر تخليني انا متميز عن الاخرين. فهنا واحد زي دي ماريا ده لازم يكون موجود يا اسلام، صحيح، لعيب كوره، الارجنتين لعيب كوره بيودي فرقته في اي ثانيه، صحيح، ويقدر يجيب جول ويخترق، وجاب لهم بطوله امريكا قبل كده، باع البرازيل، يعني راجل ليه هيستوري كبير جدا وليه كل العلامات اللي هي تقدر تخليه يبقى من اللعيبه المتميزين، لان ميسي محتاج لعيب زي ده. ميسي محتاج اتنين زي مارتينيز اللي بيلعب جنبه ده، والسرعه، محتاج واحد زي ده هو يسقط له كوره يوديه، محتاج التحركات دي. انما في نفس الوقت مش هو الفريق الكامل اللي انا بشوفه من اول البطوله لاخر البطوله، غير كابا كوسان او ادنى، يعني يا يخشوا يا يتعادلوا يا ضربات جزاء يا يا لا. هولندا مثلا رجعت عليهم وتعادلت معاهم 2-2، واثناء المباراه هولندا فرقه جامده جدا، هم بضربه جزاء استطاعوا يعملوا الفرق ده، لكن لو ما كانش في ضربه جزاء وهولندا تعادلت اعتقد ان هولندا كان عندها شانس كبير جدا انها توصل زي انجلترا مع فرنسا كده. فالتوفيق وعدم التوفيق، ولكن انا كل انيابي وكل الادوات اللي عندي اللي تخليني اقدر اطمن جماهيري اللي موجوده بتوع الارجنتين الموجودين، الارجنتين بتحلم لميسي انه يحمل كاس العالم طبعا طبعا، وناس كتير بتحب ميسي، كلنا بنحبه، كلنا نتمنى له النهايه السعيده دي، ولكن مش على حساب المغرب. يعني خلاص بقى وصلنا ان احنا بندور على، حتى لو وصلت يا ميسي والمغرب وصلت، انما انت لو وصلت قدام فرنسا انا بتمنى لك انك انت تاخدها. هيبقى في مجهود كبير قوي ومتطلبات كتيره جدا من الفرق، الاربع فرق
عشان يبقوا في النهائي. وهو مفيش امل للمنتخب الكرواتي يا كابتن ان هو يكسب؟ في ايه ده، عندهم ثعلب في وسط الملعب، ده بيلعب كوره يعني زمان لما خد احسن لاعب في العالم. انا ما تبقى مرت ايه يعني، هو لعيب كويس بس في ناس كتير قوي احسن، في ناس كتير قوي لوكا مودريتش على الكلام، في ناس كتير نتائجها اقوى منه، في ناس كتير قوي سكورر، في ناس كتير قوي اثرت في فرق. انما هو لما تيجي تاخده بقى على التصنيف كده وتشوف الدنيا بيلعب فرق قد ايه، ما فيش تحسه مش بيلعبه لوحده، مش بيلعب لوحده، لا ده ضابط ايقاع في الملعب صحيح. بيتحكم في اداره الوقت والزمن والفرص بالنسبه لفريقه، وقد ايه بيلعب كمان تعطيل للفرق اللي قدامه القويه جدا، فتحس انه لعيب امان جامد جدا. عندهم راجل الناحيه الشمال ده مش مستحضر اسمه انا، حاجه ليفت وين كده بيخش بيقطع، يمكن الاعداد يقول لنا عليه حاجه كمان، خطر جدا في اي وقت تك جول يعني. فعندهم لما لعبوا البرازيل يمكن اول شوط عملوا عرضيتين، البرازيل ان بالانس فيهم كانوا ممكن يخش يسكور وهي كره ايه؟ كره هدف، الكره فرصه صح. لو دخل الجول خلاص. احنا لما بنيجي نتكلم عن الاهلي يقول لك الاهلي لو استغل الفرص اللي بتجيله هيبقى هيفي سكور وهيخلص الحكايه من بدري. في الفرق الكبيره كده كلها. طيب توقعاتك مين اللي يكون في المباراه النهائيه؟ تمني المغرب طبعا. لا توقعاتي حاجه وتمنياتي حاجه. انا بقول لك انا بتمنى المغرب و والارجنتين. المغرب والارجنتين. لا كرواتيا عايزين بقى ميسي بقى عايزين نتفرج على حاجه. انت كمان ما تمنعش نفسك انت كمان من حكايه جوه الحكايه يعني. صحيح صحيح. نشوف ميسي بقى هيعمل ايه مع ده. تمنياتك توقعاتك بقى. توقعاتي زيك زي كل الناس. فرق الامكانيات هتبقى فرنسا والارجنتين؟ عشان خاطر ميسي هقول ارجنتين، واعتقد ان فرنسا فريق سكواده جامد جدا ولعبته فريق قوي جدا وقد تكون احد. لو قلت غير كده ابقى انا راجل. لا كلنا نتمنى المنتخب المغربي طبعا يعني، كلنا نتمنى المنتخب المغربي ونتمنى هنسعد ونكلم بعض ونضحك وننبسط.